السلام عليكم. الخبز المغربي قنبلة تهدد صحة المواطن المغربي، بالإضافة إلى معلومات صادمة عن الملح والخضر والفواكه والنعناع والشاي المغربي. لا تستعجلي عزيزي، إنها أخطر حلقة لهذا الشهر من وجهة نظري. قال محمد القيري الكاتب العام لفيدرالية المخابز والحلويات أن الدقيق في المغرب لا يصلح حتى لعلف الحيوانات خارج المغرب. تصريح صادم صدم الجميع، أطباء، مختصين، جمعيات ومجتمع. أكبر جريمة في حق الشعب المغربي برمتها وبمختلف فئاته، مؤيدون ومعارضون، أغنياء وفقراء. في هذه الحلقة ستكتشفون أن الفساد في النهاية يؤذي الجميع. تصريح صادم، لكن عندما بحثت في الموضوع، موضوع الدقيق، وجدت العجب العجاب لأكتشف ما هو أعظم في الخضر والفواكه والشاي والنعناع وحتى الملح، والتفاصيل الصادمة الكارثية بعد قليل. شاهد هذه الحلقة للنهاية أو أخرج الآن لكي نكون واضحين تماما. أكملها لكي تكتشف سبب مرض المغاربة وصغر أحجامهم وقصر أمد عمرهم وتفشي السرطان بقوة بينهم مؤخرا. وكل المعلومات التي صدمتني أثناء البحث ستكون مدعومة بالأدلة القاطعة، لكن قبل التفاصيل شاهد هذا الفيديو. شوفوا عباد الله، شوفوا المغاربة اش كتاكلوا. القمح الصلب، ها هو مكتوب فينو قمح من القمح الصلب، حشومة باش يلعبوا لنا في الصحة ديالنا. انتوما انتوما عباد الله، انتوما عباد الله، انتوما 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 لا دقيق لا حتى حاجة والو. شوفوا عباد الله، شوفوا 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 اش كناكلوا. كناكلوا البلاستيك وكنا حول السرطان ما يقتل عباد الله، حول الامراض الخبيثه ما تسكن في الدار ديال عباد الله. وحشومه كاع، شوفوا 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 انتم عباد الله. هاد شوف هاد هاد شوف شوف هادي عاجين باش يلعبوا الدراري. هذا شوما، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هو الغالي في القمح، هو الغالي الخشب، ما كيتحس دقيقه. شوف والو والو عباد الله، انتم عباد الله، شوفوا عباد الله هذا قمح، هذا هذا حشوم عليكم. دعيناكم الله، دعيناكم الله، الواحد القهار ياخذ فيكم الحق. اولا الدقيق، كما قلنا في بداية الحلقة، فبعد تصريح محمد القيري الذي قال أن الدقيق في المغرب غير صالح حتى ليكون علف للحيوانات وقد يؤدي لمرض تلك الحيوانات، بعد البحث أكثر وجدنا أن القيري ذهب أبعد من ذلك بكثير وتحدث عن جريمة مكتملة الأركان بسبب مكونات الخبز المغربي الذي يشكل تهديدا كبيرا لصحة الحوامل والرضع، مرجعا وفيات الأطفال والأجنة إلى نقص الحديد والفيتامين A وبعض المكملات الغذائية والأملاح المعدنية في الخبز المغربي، بالإضافة إلى إزالة الألياف من الدقيق. يعني يتم إزالة كل شيء من الدقيق فيصبح وكأنك تأكل الكرتون كما نقول، أو التبن، بل أقل من التبن حتى، فالتبن لا يؤذي الحيوانات التي تأكله. الأدلة، بعد هذا التصريح خرج حسن عزاز وهو يرأس هيئة مشابهة لهيئة السيد القيري وقال للقناة الثانية ما معناها أن السيد القيري كيخربق وأن الأمور بخير، لكن بعد البحث اكتشفنا أن السيد العزاز يعزز فقط، هو والقناة الثانية يحاولون طمس الحقيقة ويشاركون في الجريمة التي تحدث عنها السيد القيري. كيف اكتشفنا أنهم يكذبون؟ بعد البحث في الموضوع اكتشفنا أن وزيرين سابقين أيدا كلام السيد القيري عبر تصريحات لهم، لكن للأسف دون فعل أي شيء. أولا الوزير محمد الوفا رحمه الله، والذي سبق وقال أن المطاحن تروج دقيق فاسد وغير صالح للمغاربة، وهذا كلام وزير الحكامة، وزير مختص في هذه الأمور يعني. وبالعودة إلى أرشيف هذه الوزارة يتبين أن الأمر يتعلق ببلاغ صادر سنة 2015 يخص ضبط دقيق تدعمه الدولة ماديا. لا يتوفر هذا الدقيق على معايير الجودة لدى 7 مطاحن كبرى عبر جهات متعددة في المغرب. الوزير الثاني الحسن الداودي الذي جاء بعد الوفاة على رأس نفس الوزارة صرح بدوره في البرلمان أن المطاحن تقدم دقيقا فاسدا للمغاربة وأن القطاع يعرف الغش، خصوصا أنه يتوصل بمبالغ مالية كبيرة من دعم الدولة. عن سؤال شفوي في البرلمان بخصوص فساد مادة الدقيق المدعم، الداودي اعترف بتوزيع الحكومة لدقيق فاسد على المستهلك المغربي في الشعب كيدعم دقيق اللين، وهذا الدقيق المدعم 8.5 مليون ديال القناطر.
يعني يتم دعم هذه المطاحن بأموال الشعب، لكن دون مراقبة أو تحاليل عشوائية دورية لجودة الدقيق، يعني السيبة في البلاد. يتركون المستهلك راسه راس المصنع ويسلمون المستهلك له ليفعل فيه ما يشاء. إذن ليس هناك سهر على حماية المواطن المغربي، وهذا حق أساسي. وتدعم الدولة المغربية سعر الدقيق بما وصل سنة 2019 إلى 1,350,000,000 درهم، ما يعادل أكثر من 135 مليون يورو. دليل ثالث وهو تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهو مؤسسة عمومية خاصة بالافتحاص يعين رئيسها الملك. تقريرها أشار إلى مخالفات متكررة تخص احترام معايير تقوية الأغذية العالية الاستهلاك بالمغرب. وجاء كذلك في التقرير أن مواصفات منتجات القمح الطري والقمح الصلب اللذان تتم تقويتهما بالحديد والفيتامين A لا تتطابق تماما وبنسبة كبيرة مع الخصائص المنصوص عليها قانونيا. وسأقول لك ما هو أعظم، فإذا كان نقص الحديد والألياف والفيتامين A في الدقيق يشكل خطر على الحوامل ويتسبب في وفيات الرضع وفقر الدم للمغاربة. الفقر وصل لدم المغاربة. فحتى المنتج الأصلي للقمح أي الفلاح لا تتم مراقبته، يستعمل كميات مبيدات أكثر من الكمية الموصى بها، وبالتالي لا تستطيع نبتة القمح التخلص من المبيدات قبل نضوجها، وتظل تلك المبيدات المسرطنة داخل حبة القمح. وعندما يصل هذا القمح للمطحنة تقوم بإزالة الألياف منه، ولا يوجد فيتامين A ولا حديد. ثم عندما يصل للمخبز يتم استعمال كميات كبيرة من الخميرة الكيميائية والماء المشبع بالكلور دون مراقبة. أما الملح المستعمل فكذلك لا يتم تزويده باليود بالنسب التي ينص عليها القانون. هذا خبز قاتل، كرتون وليس خبز. نقص اليود مثلا يساهم في انتشار سرطان الغدة الدرقية أو تضخمها، وهذه المعلومات عموما تساهم في انتشار السرطان بين المغاربة. كل هذا في الخبز المغربي الذي حتما لا يصلح للحيوانات كما قال السيد القيري. أيضا ليس القمح فقط بل كل الخضر والفواكه المغربية تحتوي على كميات كبيرة من المبيدات أكبر من اللازم، بحيث لا يتم احترام المقادير المحددة من طرف الشركة المصنعة للمبيد. مثلا الشركة تقول لك استعمل مثلا كأس من المبيد في 5 لترات ماء واستعمله في هكتار، إذا استعملت أكثر من ذلك فإن المنتوج لن يستطيع أن يتخلص من كل المبيدات قبل أن ينضج، وسيصل ذلك المبيد داخل تلك المنتجات الغذائية من خضروات وفواكه إلى المستهلك الذي سيأكلها، وسترتفع نسبة احتمالية إصابته بالسرطان. هذا الفلاح والذي لا يتم فحص منتوجه قبل السماح له ببيعه في السوق يحترمون كمية المبيدات فقط بالنسبة للمنتوجات المصدرة، لأنه يتم تحليل عينات عشوائية منها قبل دخولها للدول المصدرة لها. وأحيانا يتم إرجاع السفن بأكملها من المنتجات المغربية المصدرة بسبب أنها تحتوي على كميات كبيرة من المبيدات، لكن تلك المنتوجات تعود لتباع هنا بشكل عادي. نصل للطامة الكبرى، أكثر شيء سأحذر منه، النعناع المغربي. كاين واحد المشكل هو الاستعمال العقلاني ديال المبيدات. انا اللي وقع ليا ما عرفش هذاك الدول اللي دويت بها انا في الاول. اما الشاي المغربي المستورد فلا يتم فحص كميات المبيدات به، وحسب موقع تلكيل الذي قد ارسل عينات من جميع ماركات الشاي المغربي وتحت اشراف مفوض قضائي الى مختبر اوروبي مستقل ليكتشف ان الشاي المستورد يحتوي على بقايا ازيد من 30 مبيد مسرطن، يعني أن الفلاح الصيني استخدم المبيدات بشكل أكبر من المسموح به، ووصلت تلك المبيدات إلى المستهلك المغربي. المهم لن أطيل عليكم، وسأقول لكم العبارة الدائمة والخالدة: ما خفي أعظم. هذه هي السيبة، نعم إنها السيبة. لا يتم الاهتمام بالمراقبة أبدا، وتضيع صحة المواطن الذي بعد مرضه لا يجد حتى المستشفى، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض مدى حياة المغاربة وأيضا إلى ضعفهم وصغر أحجامهم وانتشار أمراض خطيرة بينهم. بعيدا عن الحل الرئيسي وهو أن تقوم الدولة بدورها، تبقى هناك حلول أخرى مؤقتة للمواطن المغربي. حاول شراء ماء الأكسجين من الصيدلية واستعمله في الماء لغسل الخضر والفاكهة للتخلص من المبيدات. لا تشتري الفواكه والخضر التي لا يمكن تقشيرها كالعنب والمشمش والفراولة. قم بتقشير كل الخضر والفواكه. حاول زراعة خضر وفواكه لنفسك إذا كنت تستطيع ذلك. الامتناع تماما عن شرب الشاي ما أمكن. أما النعناع فيجب أن تحرمه على نفسك، فهو أسوأ منتوج في السوق المغربي.
حاول زراعته بنفسك إذا كنت تملك حديقة أو محبق، فهو لا يحتاج إلى مكان كبير. أما بالنسبة للقمح فحاول أن تبتعد تماما عن الدقيق الأبيض، وحاول الحصول على الدقيق الكامل أو دقيق الشعير. إذا كنت تستطيع الحصول على قمح من إحدى القرى المغربية وطحنه بنفسك في المطاحن فسيكون أفضل. ختاما حاولوا نشر هذه الحلقة وعمل حملة ضجة من أجل طلب المراقبة والحزم فيها من أجل أن تتحرك الجهات المعنية التي لا تتحرك إلا عندما تكون هناك ضجة، وأحيانا لا يتحركون إلا بعد فوات الأوان. شكرا لكم وإلى اللقاء.